زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم منذ قليل عن قوة مصر الناعمة، هنتكلم كمان دلوقتي عن واحد من أهم مؤلفين الدراما اللي ارتبط بيهم الحقيقة أعمال كتير جدا، محفوظ عبد الرحمن. محفوظ عبد الرحمن الحقيقة أن الجمهور ارتبط ارتباط كبير جدا بيه من خلال مسلسلاته الاجتماعية والدينية اللي كانت بتتعرض طول شهر رمضان، بالإضافة كمان لمسلسلات السيرة الذاتية اللي أبدع في كتابتها. الحقيقة أعمال كتير جدا، يعني مين فينا يقدر ينسى مثلا مسلسل بوابة الحلواني؟ أعمال كتير جدا، حتى أفلام زي ما قلت لحضراتكم سير ذاتية كتير جدا. خلينا دلوقتي نروح ونتابع هذا التقرير عن محفوظ عبد الرحمن ونرجع لحضراتكم على طول. ارتبط اسمه بالتاريخ حتى أصبح جزءاً منه. بقلمه سطر بعض الأعمال الخالدة في تاريخ الدراما المصرية. أبدع في بوابة الحلواني وأم كلثوم وناصر 56. إنه المبدع محفوظ عبد الرحمن. بدأ محفوظ عبد الرحمن حياته العملية من بوابة التاريخ، وتحديداً بدار الوثائق المصرية، ثم شارك كسكرتير تحرير في إصدار 3 مجلات متوالية. كتب القصة القصيرة والنقد الأدبي والمقالة في مجلات الآداب، الثقافة الوطنية، الهدف والشهر. كانت مجموعته القصصية الأولى البحث عن المجهول عام 1967. أبدع في عشرات الأعمال الخالدة لشاشتي السينما والتلفزيون، ومن أبرز أعماله سليمان الحلبي، الزير سالم، عنترة، قبيل وقابيل، ساعة ولد الهدى، وبوابة الحلواني. في السينما قدم الكاتب الراحل أفلام الشبكة، القادسية، ناصر 56، وحليم. حصل محفوظ عبد الرحمن على جائزة الدولة التشجيعية عام 1972 وجائزة أحسن مؤلف مسرحي عام 1983 من الثقافة الجماهيرية، ورحل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 76 عاماً داخل العناية المركزة بعد تعرضه لجلطة دماغية مفاجئة، ليرحل واحد من أعمدة الكتابة للدراما في مصر.